تعالوا نشوف الابيات دي كده الشاعر بيقول فيها ايه، حاول نطبق عليها التجربه الشعريه علشان ما يبقاش كلامنا ايه، كلام نظري. الشاعر بيقول: قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت ان احظى لها بمثيل. رفع الاله مقامها واجله في الذكر والتوراه والانجيل. بوركت مصر فلا اراني بالغا حق المديح وان جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الاله كما رعى تنزيله من عبث ودخيل. مين يقول لي ما الفكره العامه في الابيات؟ لا لا لا، كنت زمان وانا صغير بعمل الحكايه دي، يسالوني يعني بجاوب انا في وسط الاجابه، لا عايز يجاوب يقعد. ايه الفكره العامه اللي بتتناولها هذه الابيات؟ اتفضلي. عظم المكان في مصر، تمام، برافو عليك، اتفضل يا ابو كمان، اتفضل. فخر الشعب بمصر. فخر الشعب بمصر، طيب ايه كمان؟ اتفضل. طيب انا مستني. طبعا دي بليه بتقول ايه؟ حب الشاعر لمصر، كلنا سقفناها. على وشها يعني سقفناها على وشها. طيب ايه؟ هل الحب ده فكره؟ دي أول غلطة يقع فيها الطالب في سؤال البلاغة. ليه؟ هو بيسألني في عنصر اسمه عنصر الإيه؟ الفكر. أنا جاوبت في عنصر اسمه عنصر الإيه؟ خدت كام درجة؟ ست. الله يرفع على حضرتك. صح. لا أنا بجد مش لاقي بجد مع حضرتك. خليك تشرفني. إحنا بنعتذر إن إحنا بنمشي على حدود حضرتك يعني. فطبعا لما نقول حب الشاعر لمصر هي غلط. ليه؟ لأن السؤال في عنصر الفكر، احنا بنحدد